نسيت شو كنت عم بعمل. بتعرف انه السمكة كل ثانيتين بتفقد ذاكرتها؟ شو كانت الجملة؟ اسباب تقوس الظهر هي هن عادي. كيفني معك؟ هاي اليوم رح نكون عم نعمل تمارين لمعالجة تقوس الظهر. من اسباب تقوس الظهر قلة الرياضة، ضعف عضلات الظهر وقلة الستراتشينج. كتير مهم نكون عم نمارس هول الحركات بشكل دائم لنحافظ على البصير تبعنا.